وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من بيروت المحلل الاقتصادي أنطوان فرح. سيد أنطوان، كيف تقرأ قرار التجميد من قبل النائب المالي وقرار وقف التجميد من قبل النائب العام في اليوم ذاته من الناحيتين القانونية والاقتصادية؟ نعم طبعا، مساء الخير. طبعا بالبداية، منذ أن صدر القرار عن القاضي المالي علي إبراهيم، كان واضح أنه هذا القرار سوف يحدث عاصفة في البلد. يعني تعرف، قرار من هذا الحجم ومن هذا النوع هو يشكل سابقة في تاريخ لبنان، ما كان ممكن يمر يعني من دون ما يعمل أثر وتداعيات على الوضع بالبلد. طبعا يعني من حيث الشكل، خلينا نحكي بالأول، كان ملفت أنه القرار اللي صدر عن القاضي المالي العام المالي ما تضمن أسباب موجبة. يعني نحن تعودنا في القضاء اللبناني عندما يصدر قرار يجب أن يكون هناك تبرير، أسباب موجبة تبرر صدور هذا القرار، حيثيات، بينما بالقرار الذي أصدره المدعي العام المالي ما كان فيه أسباب موجبة. نعم. كذلك لم يوجه أي تهمة. يعني نحن بنعرف أنه جرى التحقيق قبل يومين مع رؤساء مجالس إدارات المصارف، لكن كان على سبيل الاستماع والمعلومات، وبالتالي ما كان في تهمة. واليوم القرار صدر ولم يوجه لم توجه أي تهمة إلى هذه المصارف لتبرير تجميد الأصول هذه المصارف، وبالتالي كان واضح أنه من حيث الشكل كان في، يعني إذا بدك، كان في علامات استفهام حول هذا القرار بالذات. وطبعا بدنا نحكي عن توقيت هذا القرار. يعني توقيت هذا القرار مثل ما سمعت في التقرير عندكم يأتي قبل يومين من استحقاق الدين اليورو بوند بقيمة 1.2 مليار دولار. نعم. والحكومة اللبنانية منكبة على دراسة هذا الوضع، وبالتالي من مصلحة لبنان أن تكون الحكومة والمصارف إذا بدك في صف واحد للتفاوض والوصول إلى حل لهذه المشكلة. بينما يعني إذا القرار لا يعمل شرخ. نعم. لكن هنا سيد أنطوان، يعني ربما ما يعني المواطن اللبناني هو رقم واحد أن يتم محاسبة الـ يعني المتسببين في إهدار المال وتهريب الأموال إلى الخارج، رقم اثنين أن يعني تلتزم السلطات أو تتعهد بألا يتم ذلك مرة أخرى. صحيح، بس المشكلة الأساسية أنه المواطن اللبناني، ورغم أنه في بعض منهم يوجه الاتهامات إلى المصارف، طبعا نحن ما عم نقول أنه المصارف بريئة، المصارف شريكة في هذا الأمر، لكن بالحقيقة المسؤولية الأساسية في هذا الموضوع وفي الوضع اللي وصل له لبنان من الناحية المالية تتحمل مسؤوليته المنظومة السياسية في لبنان والحكم في لبنان، يعني منذ عشرات السنين، وطبعا في السنوات الأخيرة بشكل خاص. نعم. وبالتالي المشكلة هون أنه من ورث البلد في هذه المشكلة يأتي اليوم ليتخذ القرارات وكأنه يبحث عن كبش فداء في توقيت سيء. يعني احنا بتعرف اليوم حتى لو كان الشعب اللبناني يريد محاسبة المصارف إذا كانت قد أخطأت. نعم. أكيد ليس هذا وقت المحاسبة. يعني بس بترجع. نعم. بس لكن بالنتيجة هو لا يثق بمن، أولا بالجهة التي تريد أن تحاسب. يعني هو يتهم الجهة التي تريد أن تحاسب بأنها هي المسؤولة عن هذه الكارثة التي وصل إليها البلد. أشكرك، وضحت الفكرة، شكرا جزيلا. عندما يصدر قاضي بيكون يعني إذا بدك تابع للجهة السياسية، بصير في مشكلة سياسية بالبلد بهذا الموضوع. شكرا جزيلا لك المحلل الاقتصادي أنطوان فرح، كنت معنا هاتفيا من العاصمة اللبنانية بيروت.